ونبدأ أخبارنا الرياضية مع منتخب مصر الأول اللي خاض مرانو استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر، وبيستعد منتخبنا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الودية واللي هتستضيفها مصر بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. وتقام بطولة كأس العاصمة الودية في مصر خلال الفترة من 22 وحتى 26 من شهر مارس الجاري بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا. منتخب نيوزيلندا خاض مرانو في القاهرة، مرانو الأول في القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر اللي هتتلعب يوم الجمعة على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة بنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، واللي هتقام في الفترة من 22 لحد 26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطر مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم 7 أبريل اللي جاي باستاد القاهرة الدولي. وتأهل امبارح 4 لعيبة من منتخب مصر للتنس إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية والمقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي، ووصل كل من ساندرا سمير وميار شريف ولميس الحسيني إلى نصف نهائي منافسات الفردي وسيدات في دورة الألعاب الأفريقية. وفي منافسات الرجال اتأهل محمد صفوت إلى الدور نصف النهائي في منافسات الفردي. النجم البلجيكي حديثا إيدن هازارد أعلن عودته من جديد إلى ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي من أجل خوض مباراة خيرية لصالح منظمة اليونيسيف يوم 6 يونيو المقبل. كمان كشفت دول المغرب مع برتغاليا وإسبانيا عن شعار كأس العالم 2030، وقام بتقديم الشعار كل من البرتغالي لويس فيجو والإسباني أندريس إنيستا والمغربي نور الدين نايبت سفراء كأس العالم 2030، بالإضافة للتوجولي إيمانويل أديباو يور نجم منتخب توجو السابق سفيرا لأفريقيا في البطولة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لجمانة مصطفى نكمل معهم فقرة. شكرا كلامي، شكرا جزيلا.